شفت انا بعزك ازاي؟ لابسه لبسك وجايبالك شويه ميه عشان تتشطفي. اتشطفي عقبال ما اعمل لك لقمه تاكلي. مش عايزه اكل. هتاكلي عشان تعرفي تفكري برواقه. سمعاني؟ تفكري برواقه. ما بترديش ليه؟ افكر في ايه؟ تفكري في حاجه عاوزاها مني. اوراق اللي مخبيها وخايف عليها. عمري ما شفتها. يا سلام، ده انا قلبت الدنيا عليه. بقول لك ايه، انا مش عايزه غير الورقه اللي انا بسمع وبس. والله ما اعرف عليا انا الكلام ده. عرفتي شيء ما كلتيه؟ لازم تعرفي قبل ما يجي ويخلص عليكي وتضيعيني. قلت لك ما اعرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ فين الورقه يا ستي؟ سيبيني اطلعي بره. اطلع بره ليه؟ بيتك ولا بيتك؟ ده بيت اخويا وخير اخويا. انت عايزه مني؟ انت بتجيبيني يا فاكره؟ يا فاكره يا بتاعت عامر. له حق يجي يقطعك حتت حتت. تكنينه تحتك. شفت الراجل المخبول بيقول ايه؟ راجل بركات قال خايف على ابنه مني، رايح يشتكي لي الامين اختي، يقول لها ان انا هبوظ الواد، قال وضاع مستقبله. الاكل. طب خد هو شويه. بالحق. ايه؟ عملت ايه مع اختك؟ اعمل ايه معاها يعني؟ رجعت لها نصيبها؟ نصيبها؟ وانت مالك ومال الكلام ده؟ ازاي بقى؟ هو انا مش مراتك؟ ايوه بس ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. اللي انت بتعمله مع اختك ده حرام، وانا ما اقبلش اكل مال حرام. حرمة عليك عشتك يا جاموسة يا بهرج. اوعي إيه تاني مرة تكلميني بالطريقة دي، فاهمة؟ قولي انتك القرف، عكرتي مزاجي وهشرب النفسين في أي داهية. أيوة أمال، لا فاهم فاهم. طيب ما تكلمه انت وهو رايق وميت فل عليه. ودايما يصدني والولاية محفظاني كلمتين عايز اقولهم له قبل ما انساهم. زن عليه ولا بتشتيت ولا حاجة؟ اصل بركات كان بيسألني بيقول عملتوا ايه مع المعلم مسعد؟ اخدكوا حقوقكوا؟ حقوقكوا؟ حق ايه لك الكسر حقوقك؟ انا عبد الله وانا فتحت الرؤية. انت هتفوقنا ليه؟ لا لا لا، لو قلت له يكلمك بدل ما ندخل في قضايا ونجرجرك في المحاكم يعني. محاكم ايه يالا؟ ايه؟ محاكم ايه؟ محاكم ايه يالا؟ اصعد انت مش هتبيع البيت اللي احنا فيه والبيت الكبير وارض السبتيه؟ وانت مال اهلك؟ مال اهلك؟ ده مش مال اهلي، ده مال مراتي. وبعدين امينه موصياني ان انا اجيب لها حقها والا ما بقاش راجلها. ما تبقاش راجلها؟ وانت بقى راجلها؟ انت بعت ولا لسه؟ لا ما بعتش ارحمك، بس هبيع. هبيعك بتاع الكلب. عارف بتاع الكلب؟ راجل يا نسر. يا مصر يا مصر، كل حقي يا مصر. استنى يا مصر، يا